مدينة الحنايا. كاش عندكم اللي يعرف فوق زادت هذه مدينة الحنايا فوق سموها الحنايا؟ نظر قليل اللي يعرف. هنا ورحنا مجتمعين، هنا ورحنا مجتمعين زادت الحنايا هنا. نهار 13 جويلية عام 1851 في هذا المكان بالذات في الباب تاع البوسطة، جاء جنرال فرنساوي اسمه ماكرون، رفد السيف تاعه وغرسه في ذاك الوضع تما هنا فرق نجوم البوسطة، وقال هنا كل الحنايا. هذه تاريخ تاع الحنايا في وقت الاستعمار. قبل الاستعمار يقولوا بلي الحنايا كانت في السمعة التحتانية، سمعة قديمة، بصح هذا التاريخ قديم وقليل اللي عندها زعما الرسمي، قليل اللي عندها الرسمي. يقولوا بلي كانت الحنايا تما. ماذا بيا انا شخصيا، ماذا بيا اللي عندك شي حاجه على هذا التاريخ اتصل بيا. ماذا بيا انا راني نبحث في هذا الموضوع، لكن ما صرتش حاجه كبيره على الحنايا القديم. تاريخ الحنايا من الاستعمار لهنايا بدا 13 جويلية عام 1800. هذا العام الحنايا قسموها نمرويا ومدوها لكولون، مدوها لكولون معهم ثلاثة عرب اللي سكنوا في حنايا الأولى. تعرفون شكون؟ كان قويدر بشارة الله يرحمه، ولاد بشارة. وهادو ولاد بشارة يقولوا جدهم الأول كان مع الأمير عبد القادر، يقولوا كان ليطة تاع الأمير عبد القادر. كاين بسمع محمد الزوج اللي دا نمرو هنا في الحنايا، وكاين بن عوده، واحد اسمه بن عوده من عطش انا من عطش. هادو ثلاثة اللي بدو لهم نمروات هنا في الحنايا. والشي اللي كان باقي سكنوهم درب النوايل ولا درب النوايل، كان عطاوهم تما يديروا قلابه وسكنوهم تما. هذه هي البديه تاع الحنايا كيفاش بدات. اليوم الحمد لله نهضروا على اليوم. اليوم الحنايا الحمد لله فيها رجال، فيها رجال اللي قريت فيكم اللي يعرفوا. شكون اللي يعرف سيدة كاتبة منا من حنايا وقرات بالك مع مرتكم كاع، قرات مع مرتكم ليلى صفار. ليلى صفار كاتبة فرنسية قرات هنا في حنايا، وها كان مدير اللي كنت أشبه. كاين هاد الليلة صفار، وكاين آخر واحد اللي راه يشرف حنايا اليوم وراه يشرفها في أعلى 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 مستوى، أنا وهو واحد المؤمن في ديجي صورة راه ولد الحنايا، ولدنا ولد الحنايا ونفتخروا به. المهم انا في يوم من الايام تحملت كتاب تاع اول مدير مدرسه تاع الجمعه اسمه كانزاروني، ربما فيكم كان يعرفه. هذا كانزاروني كتب على التاريخ تاع الحنايا لكن الجانب تاع فرنسا. انا قلت علاش كندير تحت الكتاب، حاول وقلت انا ثاني نبحث في التاريخ تاع الحنايا. انا راني عارف بلي الجيل تاع اليوم، الجيل تاع اليوم ما يقراوش، الجيل تاع اليوم جيل فيسبوك. وعلى هذا الاساس حليت صفحه في فيسبوك وسميتها إلاي ستوري. إذا تحلوا هذه الصفحه إلاي ستوري غادي تصيبوا نبدا على الماضي تاع الحنايا، كل ما يخص الماضي تاع الحنايا راني حاول نديرها. واليوم رانا نشوفوا الان رانا في السهره هذه الرمضانيه
نشوفوا لاتاي راهي طيب هنا على المباشر، وها هو سي عبد القادر رئيس البنا في لاتاي، وهو اللي خدم لنا لاتاي هنا، وهو اللي راه يوجدنا في لاتاي. واش قلنا سي عبد القادر على هاد البره تاع لاتاي؟ اخويا هاد البره تاع لاتاي راه من القناص ان شاء الله. ايوه هذا جزائري، كاع الجزائر وكاع الناس راه تشارك في هاد. احنا جايين نضيف عندكم هنا بشار حنايا، غادي ندقوا هذا لاتاي ونشوفوا. بارك الله فيك، شكرا، وماذا بك شربينا للجيل الاخرين.